اليوم كان اختتام دورة للجنة الثنائية الجزائرية التونسية الجمارك، طرقنا فيها لانسيابية البضائع والأفراد في لبعض نقاط أخرى لما تخص التكوين تبادل المعلومات. كان نقاش بناء وكان تفاعل من طرف أشقائنا وعلى رأسهم السيد المدير العام للديوانة التونسية سي زهير المجاري. فكللت الأعمال بالنجاح. أولا تدعم ما تم الاتفاق عليه سابقا، ثانيا تكوين لجان للتفكير وتبادل للخبراء حتى يتم تنفيذ جملة ما اتفق عليها وفق برنامج يسوده التفاهم والاتفاق.